منور يا حازم، وازاي ماما عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. قلقتيني، خير فيها؟ خير يا حبيبي، ما تقلقش ولا حاجه. انا بس ما صدقت ان مروه قالت ان عندها مشوار ويمكن تتاخر فيه شويه، فقلت اتصل بيك تيجي تقعد معايا نتكلم في موضوعكم ونشوف هنعمل فيه ايه. هنعمل ايه في ايه؟ انا مش عارف العند والاصرار اللي هي فيه ده سببه ايه. هي اصلا ما اتكلمتش معايا ومش مفهماني اي حاجه. انا تعبت ومش هخبي عليك، انا زهقت. انا عملت اللي اقدر عليه واللي ما اقدرش عليه، وما قصرتش في بيتي ولا قصرت معاها. ما استاهلش المعامله دي. انا عارفه يا حازم، هو انا لسه هعرفك النهارده، بس برضو يا حبيبي معلش الكلام ممكن يحل، وبعدين انت ممكن تقعد معاها ويمكن تلاقي في حاجه جواها لسه ما قالتهاش. طب ما تقول اللي جواها. انا اتحيلت عليها نتكلم عشان بيتنا وعشان بنتنا وعشان الوضع اللي ما رضيش حد ده. عليك نور، عشان كده بقى على بال ما نتغدى انا وانت تكون هي جت وتبقوا انتوا الاثنين قصاد بعض، الجمل قصاد الجمال، تقعدوا تفضفضوا اللي في قلوبكم وان شاء الله ربنا يحلها. ان شاء الله. انا رفعت قضيه طلاق. يا ام ستي واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.